بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا ذا في أسئلة في البداية، ما زلنا ننتظر عدد قليل جدا لغاية الآن حاضرة، ننتظر الحضور. إذا في لكم أسئلة خلال الوقت هذا، وقت الانتظار، يعني الفترة الطالب يدخل قبل، يعني ما تأخرش. دكتور، هسه الماكسيموم للبيتس اللي بنقدر نمثله فيه في الاسكي قديش؟ 8 بت؟ لا، مو في حسب الكود. انت في عندك الاسكي يعني 7 بت، الاسكي 7 بت، الاكسند اسكي 7 بت، حسب الكود المستخدم، ما لناش علاقه فيه احنا. شايف بيجي من طيب الكود يعني ثابت. شايف طيب الباريتي هسه مهما كان عدد البيتس بنضيف، يعني اعطانا اسكي مثلا 9 بت، هسه لو اذا بدنا نحمله للباريتي بدنا نزيد لا، ما 8 تقدر، بت ما على اليمين تقدر هيك، على اليسار. ما تقدر هيك. استخدم ويرد كامل 2 بايس، يعني مشكله. شايف يعني الماكسيموم 8. بس بقدر تاخذ انت 16. شايف 15 تستخدم لهذا، واخر بتستخدم للبرت عادي، ما في مشكله. شايف، عرفت شو قصدي؟ يعني قصدك بالهكساديسيمال؟ هلا بقدر انا شو ال 16؟ يعني 2 بايتس مثلا، ماشي، 16 بت 2 بايتس ويرد، تمام. مش بقول عنهم ويرد، بعض السيستم ويرد. بتاخذ 15 للداتا ريبريزنتيشن، وبت الاخير للبرت عادي، ما في مشكله يعني. كمان يعني عادي مهما كان عدد البت تقدر اخر عادي بت، بضيف البت الأخير للبرت. نعم، بصير. بس عادة مستخدم هيك احنا بالاسك 7 والباريتي بت 8 يعني. بس بصير، تمام. نعم، لانه لما تستخدم بتس اكثر فاخر بت بصير بده يكون هو ايش؟ يعني بدك تمثل رموز اكثر، قصدي بدك بتس اكثر، ولا لا؟ بشكل منطقي بيقول لنا صحيح. بدك تستخدم اخر بت للباريتي. بس احنا عادة في الداتا ترانسفير، بال نقول كفكره احنا بين الباريتي، بس لما تروح داتا ترانسميشن على نت ويرز حتلاقي في ايرور كوركشن، ايرور ديتكشن، في اكثر من بت بيستخدموه ايرور كوركشن ديتكشن، اكثر من بت، ماشي؟ مشان حسب قديش، كم بت بدك تعمل ديتكشن وكم بت تعمل كوركشن، تصور بيختلف. بستخدم بضيف بتس زياده يعني مشان الكوركشن والديتكشن. بس احنا كفكره اعطيتك ماشي يعني، بس ماشي تمام، ماشي ماشي تمام. يعني عرفك كفكره انه كيف بصير باريتي. بس انه في الداتا نتورك، في الكوميونيكيشن نتورك، الامور بدها معقده اكثر. بدك كوركشن، تعمل ديتكشن ل 2 بتس تشينج، مش 1 بت، الامور مختلفه، مش موضوعنا هون طبعا، ماشي، موضوع بالنتورك. اوكي، جود جود كويستشن. اوكي، طبعا البولين الجبرا اند لوجيك فانكشنز، طبعا راح نشوف مجموعه مواضيع عندنا. اوكي، ليش طبعا بولين الجبرا مهم جدا؟ طبعا اكيد مهم. اوكي، راح نشوف مبررات ايش بدنا اياه. من ضمن المواضيع طبعا راح نشوف ديفينيشنز، اكزيوماتيك ديفينيشن اوف بولين الجبرا. الان في عندنا اكزيوم، سيت اوف اكزيومز راح نعرفهم. most common used axioms. okay. في البوليان الجبرة طبعا نشوف الماثماتكس كمان، لأن في علاقة بين طبعا بالنسبة للاكزيومز أو خلينا نقول البوستولتس اوف ماثماتكس ماثماتيكال سيستم، وايش ذوز فور بوليان الجبرة. راح نشوف بيزك ثيوريمز وبروبرتيز اوف بوليان الجبرة إن شاء الله. طبعا والبون فانكشنز اند كومبلمنت اوف فانكشنز تو امبورتنت فورمز. اف عندك سم اوف برودكتس، سم اوف مين تيرمز، برودكت اوف ماكس تيرمز، يسموهم كانونيكال فورمز او ستاندرد فورمز. في عندك كانونيكال اند ستاندرد فورمز هنشوفهم. في اذر لوجيك اوبريشنز، ديجيتال لوجيك جيتس ولوجيك فانكشنز وذ وانز اند زيروز. اوكي، راح نشوف لوجيك فانكشنز وانز اند زيروز. طبعا بيلدينج ديجيتال سيركتس، اوكي، ديجيتال سيركتري يوزنج ذا جيتس. اوكي، مشان هيك بنشتغل على فانكشنز، طبعا لوجيك فانكشنز، لوجيك فانكشنز. طبعا بقدر مثلا انا لوجيك فانكشن على شكل تروث تيبل. اوكي، تروث تيبلز راح نشوف طبعا امثله على ذلك ان شاء الله.
طبعا ما راح نشوف تمثيل logic symbols and waveforms, logic symbols and waveforms for different types of gates. Okay. Properties of Boolean algebra, زي ما حكينا في علاقة مع الكمان laws of mathematical systems. Okay. Postulates of mathematical system. اللي منها طبعا راح نشوف ان شاء الله postulates والaxioms. كيف نشتق منها properties والrules. والثيورمز اوكي البروتوكول بولين الجبرا ريديوسينج فانكشنز طبعا هذا اهم استخدام راح نقول البولين الجبرا انه هو مينيمايز ويوبتمايز فانكشنز ويريديوس ذا فانكشن كوست مش بالنسبه للكوست راح نحكي عنه كمان شوي ان شاء الله اوكي في انه طبعا هنا ترانسفورمينج فانكشنز من وان فورم تو انذر في ان ديفرنت فورمز اوف ذا فانكشن نشوف الديفرنت فورمز ريبريزنت ذا فانكشن As we go, we will see different representations for the same function. Okay, we see how to express Boolean functions, expressing Boolean functions. Okay, equations. Okay, or circuits. Or في forms مختلفة نشوفهم إن شاء الله. إذا في relationships between algebraic equations or symbols and truth tables. هنشوفهم كمان شوي. Okay. Simplification, Boolean expressions, final min terms and max terms. كنا شو min terms وال max terms. زي ما حكينا كمان قبل شوي canonical forms. Okay. أو standard forms. Okay. طبعا راح نشوف إن شاء الله the basic representations, the gates, basic gates, logic functions, land will or will not. Okay. طبعا كمان في عنا when we simplify في راح نسعى على different forms راح نسعى على sum of products و product of sums نلاحظ في فرق بين sum of min terms sum of products product of sums و product of min terms min terms و max terms okay أو standard forms okay they are canonical forms راح نشوف إن شاء الله كيف يمثل function على شكل sum of min terms على شكل product of max terms فعملية simplification طبعا ممكن نحصل على sum of products أو product of sums. طبعا راح نشوف more to input logic gates NAND والNOR والXOR طبعا NAND والNOR مهمة جدا راح نشوف فائدتهم VR والXOR كمان زي ما حكينا المرة الماضية إنه راح تستخدم في إيش في parity generator والparity checker circuits. فالناند والنور مهمة جدا they are functionally complete gates بقدر أنا مثل الآن والأور والنوت سيركت مكونة منهم بإيش فقط بالناند لحاله أو بالنور لحاله عشان هيك بنقول عن universal gates أو functionally complete functions logic functions أو gates طبعا قاعد تقول لي أنت بقدر أعمل extension لمultiple inputs راح نشوف طبعا إيش three inputs more than three inputs في القاعدة راح نشوف إن شاء الله فيما بعد function can be extended to more than two inputs if كذا كذا كذا. Okay. في rules راح نشوف إن شاء الله فيما بعد. Okay. Okay. الآن introduction نشوف. Okay. طبعاً بما إنه الباينري لوجيك كلنا نعرف الباينري لوجيك يستخدم في كل الديجيتال كمبيوترز تقريباً اليوم في كل الديجيتال كمبيوترز and digital systems in all of today's digital computers and systems okay ولذلك لما بدي اصمم ديفايس او كمبيوتر مهم جدا انه ايش الكوست لاحظ يعني اعير انتباهي للكوست بدي انا اربح اوكي بدي اصنع بدي ابيع اوكي فالكوست اوف سيركتس which implements these devices these digital systems is an important factor طبعا مهم جدا ديزاينرز اللي بهم الديزاينرز طبعا ممكن ديزاينرز يكونوا ديزاينرز يكونوا ممكن يكونوا كمبيوتر ساينتست زيكو اوكي ممكن يكونوا كمبيوتر انجينيرز ممكن يكونوا الكتريكال انجينيرز بهم الكوست ولا لا وهذا احد فوائد الشابتر هذا والموضوع هذا انه كيف انا راح استخدم ان شاء الله البوليان لوجيك البوليان الجبرا في عمليه ايش؟ تبسيط سمبليفيكيشن للفانكشنز للسيركتس كيف بحيث ان اصمم سيركت بتكلفه اقل ولذلك فايندينج لاحظ
سيركت مكافئة للسيركت الموجود عندي بس بأقل تكلفة، ماله هذا عمل مهم جدا، لأنه ليش؟ رايح يبسط الـ overall cost، أو رح يقلل خلينا نقول من الـ overall cost of the design. فلما أنا مثلا كل كومبوننت أحاول أقلل الـ cost تاعها، فالـ overall cost رايح بالنهاية شو ماله؟ يقل، وراح إيش تدير علينا إيش طبعا ربح أكثر. Okay. طبعا في عندنا mathematical methods simplified circuits تعتمد بشكل عام على البوليان الجبرة. The mathematical methods that simplify circuits rely primarily بشكل رئيسي على وين تعتمد على إيش؟ على البوليان الجبرة. مشان هيك طبعا إنه هذا chapter أو هذا المودول خلينا نقول بيعطينا basic vocabulary، يعني إيش اللي مصطلحات أساسية أو رئيسية، and brief foundation، لاحظ يعني أساس مختصر مفيد، مختصر مفيد في البوليان الجبرة اللي بتمكننا طبعا من ايش نعمل اوبتمايزيشن، مكننا من ايش اوبتمايز سمبل سيركتس، انت كمان ايش انه نفهم الهدف من الالجوريثمز يوز باي سوفت وير تولز. لاحظ في عندنا سيميوليتر سوفت وير تولز استخدمت مشان عمليات كمان ايش عمل التصميم، في الالجوريثمز هذا ممكن كمان بفيدنا في عمل فهم الالجوريثمز هاي اللي استخدمت باي سوفت وير تولز مشان ايش طبعا عشان عمل اوبتمايزيشن للكومبلكس سيركتس. الكمبيوتر از فيري كومبلكس سيركتس، بيحتوي على بليونز مليونز اوف خلينا نقول ترانزستورز اوف جيتس. فالتشيبس الواحده البسيطه اوكي ان شاء الله راح نشوف هذا ب 432 لما تاخذوا ديزاين للاي سي للاي سي از انتجريتد سيركتس. اوكي التشيب فيها فوق الملايين 40 مليون 50 مليون 100 مليون واكثر من ايش من الجيس او من خلينا نقول الوايرز والترانزستورز او الكونكشنز كيبل، عمل تشيب صغيره سايز تاعها يعني شو بتقول 10 سنتيمتر يعني او 12 خلينا نقول يعني الوفر الواحده 12 انش ب 6 انش مثلا او 8 في 12 انش. على اي حال هذا مش المهم، المهم عندنا انه كيف بدي اعمل عمليه تبسيط في هذا ايش في هاي الوحدة، نستغل أو نستفيد من الإيش البوليان الجبرة في عملية إيش التبسيط. كم شان بالنهاية طبعاً إيش يكون عندي سيستم ماله with little cost or small cost. بس زي ما حكينا هنا الكوست مهم جداً طبعاً. كي هو طبعاً حكينا عنه إنه ديزاينرز سواء كان إلكترونيكال إنجنيير كمبيوتر إنجنيير كمبيوتر ساينس كلهم إيش بيهدفوا إله. في using simpler and cheaper equivalent realization يعني سيركت مكافئة للسيركت موجودة عندي بس بأقل تكلفة ما لها بتقلل إيش الأوفرول كوست أوف ذا سيستم زي ما حكينا. أوكي بقول لك في عندنا طرق مختلفة several simplification approaches exist، بعضها mathematics طبعا mathematical methods. أوكي يوز باستخدام إيش البوليان الجبرة، أساس البوليان الجبرة كان ففي الشابتر هذا طبعا احنا عشان نشوف إن شاء الله basic vocabulary زي ما حكينا والbrief foundation على البوليان الجبرة which will enable us to optimize simple circuit. Okay, to use to enable us to optimize simple circuit. اللي طبعا أساس لما نعمل ديزاين أنا على شكل complex design. Okay. الآن لما نحكي عن digital system. Okay. ففي عندنا مرحلة في analysis و design وراح نشوف إن شاء الله في كل شباتر جاية. شوف شابتر 4 خاصه شابتر 5 شابتر 6 كيف اعمل اناليسيس واعمل ديزاين للسيركت. اوكي طبعا فكره الاناليسيس خلاص بسيطه، عندي سيركت اوكي بروبلم اناليسيس او اناليسيس بروبلم، عندي لوجيك سيركت لكل انبوت من كل كومباينيشن اوف ذا انبوتس بدي احدد شو بده يكون ايش الاوتبوت، يعني بدي اجد علاقه الاوتبوت بالانبوتس، يعني عمليه ترانسفورميشن. لاحظ لوجيك سيركت تاخذ انبوتس بحوله ايش لاوتبوت، شو هاي الاوتبوت؟ شو هو؟ اوكي؟ لاجل ممكن اشوف اقول والله هذا بيعمل لي عمليه اديشن، ايه اذا كان هذا بيعمل لي بيعطيني اديشن، بيعطيني كذا، بيعطيني كذا، اوكي؟ اذا هي ديترمن الباينري اوتبوتس فور ايتش كومباينيشن اوف انبوتس، لان فور ان انبوتس كم كومباينيشن عندنا؟ باينري انبوتس، فور ان باينري انبوتس كم كومباينيشن عندنا؟ اثنين لقوه ان، اثنين لقوه ايش؟ ان، اوكي؟
لان الديزاين بروب نعمل لي عكسيه زي ما حكينا. راح ان شاء الله نشوف الاناليز والديزاين في الجبهات القادمه اوكي على لارجر سكيل ان شاء الله. راح ناخذ اكزامبلز وامثله ونعمل اناليز ونعمل ديزاين اوكي. طبعا امثله من الكمبيوتر لاحظ من واقع الكمبيوتر من تصميم الكمبيوتر راح ناخذها. الديزاين بروبلم جيفن تاسك عندي تاسك معين بدي اعمل ديفلوب ليش اللوجيك سيركت. لاحظ الاناليسيس اللوجيك سيركت موجود عندي لا بينما بالديزاين بدي اعمل انا ايش ديفلوب السيركت اللي بتاخذ لاحظ ديفلوب السيركت ذات اكومبلشز ايش ذا تاسك اوكي. يبقى عندي الانبوت معروف والاوتبوت معروف شو بدي اياه بس من ايش انا السيركت في حاله ايش شايف في حاله الديزاين. وفي انا طبعا عده ايش implementations or realizations many possible realizations okay for such circuits okay. الهدف من الكورس هذا انه يعطينا شوف الباك جراوند يعطينا زي ما حكينا الفاونديشن اوفر يعني البريف او فاونديشن يعطينا ترمينولوجي اللي منه نقدر نعمل ايش نطور شو develop best circuit to develop best circuit based on some ايش criteria. بدي احدد انا ايش معايير عندي على اساس هذا المعيار اصمم ايش البيست سيركت. طبعا ممكن يكون السايز بدي اقل سايز بدي الباور تاعها كونسمشن يكون قليل اداء البرفورمانس يكون كثير اوكي يعني حسب معايير طبعا ايش مختلفه. ممكن يكون باي ذا واي لاحظ ممكن يكون في عندنا زي ما تقول تريد اوف ما بين مثلا ازيد البرفورمانس سايز قليل يعني في تعارض والباور او ديش باور كثير كمان يعني ممكن انا احط اولويات زي ما نقول بريورتيز ايش للمعايير الموجوده عندي لاساس بدي انا اعمل ايش الديزاين تاعي. طبعا راح نرجع شوف كمان شويه بالنسبه للتو فاليود بوليان الجبرا او سويتشنج الجبرا لاحظ بوليان الجبرا او سويتشنج ايش الجبرا تعريفه طبعا لاحظ فايند اللي عباره عن ايش الجبرا اوكي الجبرا ستراكشر which is defined on the set of ايش هنا two elements. Okay. لو حكينا بشكل عام لاحظ هنا بولن الجبرا جيم ايش تو فاليو حكينا بولن الجبرا واتس بولن الجبرا شو بنقول؟ It is an algebraic structure defined by a set of ايش elements ممكن نسميه بي لانه لانه بولن الجبرا لاحظ بي من البولن الكابيتال بي اوكي مع ايش؟ With the two binary operators اللي هي راح نشوفها ان شاء الله بالنسبه للبون الجبر انسى التو فاليد بون الجبر طبعا اوكي لان في ملتي فاليد. المهم والتو اوبريشنز اللي هم ايش هنا وذ تو باينري اوبريتورز اللي هي الزائد وايش والدوت ضرب اوكي بروفايد ذات طبعا ايش هنا في عندنا راح نشوف ان شاء الله سيت اوف ما يسمى بالهانتنجتون بوستوليتس مروا معكم اكيد هانتنجتون بوستوليتس ار ساتيسفايد اوكي في عندنا postulates are satisfied اوكي راح نشوفهم ان شاء الله. فلما اقول two valued اذا ايش البي بتكون ايش معربه على الزيرو وال1 اوكي with this ايش هنا with rules for the two binary operators لاحظ binary operators لما اقول binary يعني ايش شو معنى binary تعرف شو معنى binary يعني نعم two operands الى two operands الى two operands في عندك unary وbinary two operands يعني operand A و B unary one operand طبعا يكون الاور والان ممكن نعم ممكن يكونوا باينري اوبرانز ممكن الزائد بالماثماتكس الضرب وهيك باينري اوكي هذا المقصود اوكي. اذا ست بي لاحظ closed with respect to ايش الاور بالماثماتكس نقول with respect للزائد
او ايش طبعا هنا بالنسبه للاند كمان اند الاند فور فروم هذا طبعا راح نشوف من تروث تيبلز انه اول ريزلتس لحد ما اقول لك اخذت الكلوجر بروبرتي خاصه الاغلاقيه الاغلاق ها يعني انه ايش القيم اللي تاخذها الاوبراند الاوبراندز ها تاخذهم بدهم يكونوا من القيم هاي والريزلتس كمان ايش بيطلع من هاي القيم لما يكون نقول في الحاله انه ايش كلوزد اندر ذس باينري اوبريشن اوكي the set B is closed with respect to the or والآن from the truth tables all results are either إما 0 or 1 and 0 or 1 they are in B هاي هي إيش صفة الإغلاق خاصة الإغلاقية أو الكلوجر بروبرتي كلوجر إيش بروبرتي قبل ما نكمل على الأشياء بدنا نشوف بعض اللوجيك فانكشنز لوجيك جيتس خلينا نقول أو لوجيك فانكشنز describe circuit functionality راح نشوف الانفيرتر الاند الاور التروث تيبل لهم والسيمبل في سيمبلز وتروث تيبل اوكي بعد السيمبل فور ذا انفيرتر او نوت نقول عنه انفيرتر اوكي طبعا التروث تيبل ذس ذا انبوت كولون ذس ذا اوتبوت انبوت اي output y طبعا هنا البابل هاي مهم جدا نعرفها انه في بابل السيمبل فور ايش ذا انفرتر اوكي طبعا بولن لوجيك فانكشن كل بولن لوجيك فانكشن لها سيمبل ولا كمان ايش هنا تروث تيبل اوكي اذا لاحظ زي ما قلنا الريبرزنتيشن اذا في بقدر امثل على شكل سيمبل اقدر امثل على شكل تروث تيبل اوكي ولذلك تروث تيبل بشكل عام لازم يكون انه كومبليتلي سبيسيفايز الاوتبوتس لكل الانبوت كومباينيشنز لاحظ في غير 0 و 1 الباينري فيش 0 و 1 فهي كل كومباينيشنز يعطيني شو كل الاوت بس بالنسبه لكل ايش الكومباينيشنز فور ذا انبوتس اوكي ولذلك هاي مثلا انفرتر طبعا زي ما قلنا ان انبوت 0 برودوس اوتبوت 1 و 0 برودوس اوتبوت 1 وانبوت 1 برودوس ايش اوتبوت 0 هاي بالنسبه لايش للانفرتر بالنسبه للان طبعا شوف الرمز الرموز تختلف عن بعضها البعض اوكي إلى الآن شوف كيف رمزها two input and okay أعطى straight straight بصير هون curve okay truth table مثل truth table الآن خصائصها كلكم تعرفوا أكيد إنه if all inputs are asserted يعني high the output will be asserted الحالة الوحيدة فقط انه the output will be asserted لما يكون كل الانبوتس ايش asserted واحد او اكثر من الانبوتس not asserted دي asserted فال output يكون دي asserted يعني او معنى ايش اذا تكون low او zero اوكي لاحظوا انا فقط الحالة هاي اللي بتعطيني ال output to be asserted لما كلهم يكونوا ايش يكونوا هاي او يكونوا ones لما نشوف الفرق بالسيمبل الاند مع ايش مقارنتها مع الاور اوكي لاحظ بالاور راح نشوف انه في عندنا هنا تجويب هنا هنا وكمان بتكون ايش في تختلف هنا نشوف كيف صيغتها للاور السيمبل تاعها تروث تيبل السيمبل فور ذا اور اوكي ممكن طبعا بالاند بحط نقطه بحطه بالداخل وبالاور بحطه زائد يعني اور أو اكتب أور في بعض الأحيان ممكن نرمزها بشكل يكتبوها أو يرسموها بشكل آخر وحطوا بس أور عملت عنها أور هناك حطوا آند وعنها آند This is the truth table زي ما قلنا إيش completely specified the operation of this function okay الأور زي ما احنا شايفين تعطيني It will be asserted لما يكون one or more of the inputs is asserted. يكون one or more ها تعطيني ايش؟ It will be asserted. لما يكون طبعا كلهم ال inputs zeros او de asserted فال out بكون ايش؟ بكون de asserted. اوكي الان خلينا نشوف طريقه اخرى لتمثيل circuit function ها طريقة أخرى بسموها عن طريق ال wave form عن طريق إيش ال wave form
اوكي اذا طريقه اخرى تمثيل ايش؟ سيركت فانكشن اللي عن طريق الويف فورم. Let us consider على سبيل المثال خلينا نمثل في عندنا مثال هنا على سبيل المثال بدي عندي اكس واي اكس واي انبوتس لاحظ اكس واي انبوتس اوكي مثال just example اي مثال ممكن انك تاخذ طبعا اي مثال يعني الامتحان مش لازم يجيب لك كذا اي مثال زيه اوكي ومش يعني مختلف القيم على اي حال فلاحظ بالنسبه للاند احنا شفنا بالنسبه للاند قلنا اذا واحد او اكثر زيرو بده يكون ايش يعطيني زيرو اذا هون لاحظ في اني تو زيروز الاكس والواي اعطاني زيرو لهذا زيرو لازم يعطيني ايش زيرو الان لان لما اثنيناتهم كانوا الاكس كانت 1 والواي 1 شو اعطاني هون؟ اعطوني 1 الاند والاور طبعا ايش بيعطيني 1 الاور لاحظ المكان هذا 1 اعطاني 1 اوكي بالنسبه للاور لان لما بالنسبه للاور لما اثنيناتهم زيرو الاكس زيرو والواي زيرو اعطاني ايش الاور؟ اعطاني زيرو الانفيرت لاحظ الاكس كان زيرو فالاكس برايم شو صارت هون؟ زيرو 1 وهكذا يعني بنطبق ايش هنا الرولز من وين من ترول تيبل لا او الفانكشن يعني اوبريشن لا ايش للاند للاور للنوت نكمل ايش نرسم فيها ايش الاوتبوت هذا از ذا اوتبوت فور ذيس بارتيكولار فاليوز اوف انبوتس اني كويستشن الان طبعا اخذنا تروث تيبل الاند جيت شو بدنا الاند جيت شو الاور جيت شو التروث تيبل اللي هم تيبلز اوكي اذا شفنا طريقه اخرى لتمثيل الفانكشن سيركت فانكشن اوكي لوجيك سيركت فانكشنز لوجيك سيركتس او الفانكشناليتي اوف لوجيك ايش سيركت اوكي زي ما شايفين تمام انه القيم هنا اما زيرو او ايش او 1 يعني في طلاب بيجوا بالامتحان بيعملوا شغله بيجي بحطوا خط كامل مره بحطوا زيرو هون و1 هون وصير شو ما هيك ليفل زيرو ليفل 1 هكذا اوكي بس يكون ايش ديفرنت ليفلز اوكي الان طبعا انت بتقدر هل بتقدر تعمل من الويف فورم نعمل تروث تيبل؟ نعم هي تروث تيبل من الويف فورم اوكي بدل ما اعمل هذا من هذا ومن هذا اوكي رولز لما اعطيك كيك مثلا 0 0 شو اعطتني؟ لاحظ اعطتني 0 1 0 يعني 0 1 اللي واي هاي الواي الثاني هون الاكس 0 1 اعطتني ايش؟ 0 طبعا هون كان 1 0 1 0 1 اعطتني كمان ايش؟ 0 اوكي ال 1 1 اعطتني ايش؟ اعطتني 1 اوكي هذا التروث تيبل الآن خلينا نشوف 3 input gates 3 input gates اوكي الآن for 3 input كم combination ممكن يكون عندنا للA والB والC لاحظ انه الA ممكن تكون 0 أو 1 والB ممكن تكون 0 أو 1 والC ممكن تكون 0 أو 1 2 أس 3 عرفت شو قبل شو قلت لكم انا الA ممكن تكون 0 أو 1 والبي ممكن تكون 0 او 1 والسي ممكن تكون 0 او 1 اذا قديش عدد الكومباينيشن اوف ذا انبوتس قديش بتكون؟ 2 اس 3 نعم 2 اس 3 لانه كل واحد بتاخذ 2 فاليوز اوكي 2 للقوه 3 بيعطيني ايش 8 ديفرنت كومباينيشنز اوكي فور ذا 3 انبوتس الان بقدر انا طبعا من الاور جيت من هذا الحكي نفس الشيء لازم نسال الاند جيت نعمل الاور جيت اوكي في الانبوتس الاي والبي والسي لاحظ الانبوتس الاي والبي والسي اوكي في عندنا بكون 0 هذا 0 هذا 0 كلهم بيعطوني 0 الان اي واحد منهم بصير 1 فورا بيعطيني ايش 1 لاحظ هذا ال1 هون اعطاني هذا ال1 ال1 هذا كمان اعطاني ايش ال1 لهون لان لما لاحظ بالجزء في المنطقه هاي ها في المنطقه هاي هذا 0 وهذا 0 يعني بقدر انا ارفع الخطوط هاي المتقطعه ثم لهون يصير هذا زيرو وهذا زيرو وهاي والسي زيرو فهذا شو بيعطيني زيرو بقي يكون ايش قيم السي الاوتبوت يعني كيف يكون ايش قيمها 1
الآن بدل عملت تروث تيبل أنا 3 input gate ما في مشكلة بحط الكومباينيشن 8 combinations 8 possible combinations zero 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 one zero one zero zero one 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 zero zero one zero one 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 zero one 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 يعني لاحظ هذا equivalent to age decimal zero binary هذا binary هذا equivalent to decimal one حسب الرو number رو zero رو one zero zero one رو two zero one zero two كي رو three one zero one one وهكذا. Any question? لا دكتور تمام. نعم. تمام بقول ما في أصلاً. Okay good. الآن suppose هلا أعطيتك علاقة رياضية قلت لك 5 + 6 = 7. شو بتقول لي شو بتساوي؟ شو بعمل؟ في لازم يكون أولويات مزبوط ولا لا؟ لو ما كان عندنا أولوي لو ما كان عندنا أولويات تكون مشكلة في أكثر من interpretation. هذا الحكي وين طبعا بالماثماتكس نفس الشيء كي نفس الشيء لازم يكون عندنا كمان في البوليان الجبرة كي البوليان functions كمان في عندنا ordering للoperations العمليات في عندنا الاند والor والnot كي نحطهم مع بعضهم البعض نعمل ايش أولويات لهم كي how to interpret لاحظ على سبيل المثال A and B or C هل اني اعمل الاند بالاول بعدين الاور او اعمل الاور بالاول بعدين الاند فيعني في اكثر من تفسير اذا ما كان عندي ايش يحكمني قاعده تحكمني بدي قاعده I need rule which will ايش direct me to get ايش the correct results هل هي زي ما حكينا A and B or مع C او ايش B or C اندد مع ايش مع A أو الـ A أندد عن إيش مع الـ B أور C. أوكي؟ زي ما حكينا طبعًا في عندنا rules قواعد، أوكي؟ في الـ operator بنسميه الـ operator precedence. الـ operator precedence طبعًا for evaluating boolean expressions أو اللي تعطى إيش لـ parentheses أقواس. أوكي؟ الـ parentheses has highest إيش؟ priority. شو بعدها بيجي؟ شو رأيكم؟ الضرب. Not. الاند يعني؟ Not, not, not. بعدين الاند. Not, بعدين ايش الاند وبعدين الاور. Not unary operator. كي بتاخذ one operand. الاند والاور بياخذوا ايش two operands. اوكي. الان شوف. نفرض شوف السيركت في عندنا سيركت. اوكي. هاي السيركت بدي مثل هاي السيركت ما بقدر احط اقول A هون هون اقول X بيساوي A or B and C شو بقول؟ يعني بدي الأور بالأول نحط الأور ايش داخل قوس نحط الـ A or B داخل ايش؟ inside two parentheses inside two ايش؟ parentheses الآن خلينا نروح شوي على بوليان الجبرة طبعا عرفنا احنا قلنا بوليان الجبرة إذا أنا الجبرة which deals with binary variables لاحظ binary variables which has ايش طبعا two values zero or ايش or one بوليان يعني ايش ثنائي اوكي تختلف عن الارثمتك لما اقول لك الاديشن مثلا binary تاخذ ايش two operands هنا أصبح كان باينري فاليوز بوليان الجبرة 0 أور إيش أور 1 المقصود فيها طبعا أوكي الآن ديجيتال سيركتس ها كان بي ديسكرايب باي أن الجبريك إكسبريشن أي ديجيتال سيركتس زي ما شفنا قبل شوي ها قلنا شو بنساوي A أور B in parentheses بعدين إيش أندد مع إيش مع C أوكي إذا ديجيتال سيركت كان بي ديسكرايب باي أن الجبريك إكسبريشن فالبوليان الجبرة then is defined لاحظ في عندنا ثلاث
مكونات أساسية لما بدي أعرف أنا أعرف البوليان الجبرة، اللي هم أول شيء set of elements، يكون عندنا set of elements، يكون لازم يكون عندنا set of operators، يعني element عناصر. operators اللي هم إيش؟ عمليات. وكمان number of axioms أو postulates، number of unproved axioms، يعني مقصود فيها ايش؟ بكون سيلف ايفيدنت، يعني ايش؟ بديهيات، سيلف ايفيدنت تروث، حقائق بديهيه في حاجه لبروف. تقول 1 زائد 1 يساوي 2، كيف تعمل بروف؟ مش عارف. ها؟ كيف تعمل بروف؟ تقدر؟ 1 زائد 1 يساوي 2 حقيقه مسلمه ولا لا؟ مش مسلمه فيها؟ اكزيوم. فبالنسبه للاكزيومز اوف ماثيماتيكال سيستم، اذا في عندنا رح نشوف في الماثيماتيكال سيستمز فيما يكافئها في وين؟ في البوليان الجبرة. اوكي؟ اذا الاكزيومز في الماثيماتيكال سيستمز كان بي يوزد تو ديوس، ديوس لاحظ يعني ايش؟ نستنتج منها، ناخذ منها يعني ها الرولز والثيورمز والبروبرتيز اوف ذا سيستم. نفس الشيء هذا الحكي منطبق على البوليان الجبرة. كيف يعني اكزيومز؟ رح نشوفهم ان شاء الله. هاي الاكزيومز ها منها بنقدر ايش احنا؟ We can deduce the rules, the theorems and properties of the system، يعني بقدر استخدمها انا في البروف تاعي. الاكزيومز هاي بديهيات، بدهاش بروف، استخدمها ايش؟ يعني بقدر استخدم، راح نشوف ان شاء الله، نستخدم الاكزيومز في البروف للرولز والثيورمز، وكل رول بثبتها عن طريق الاكزيومز بقدر استخدمها الان باثبات رول اخرى. شوف كيف؟ نفس الشيء، اي ثيورم بثبتها بالاكزيومز بقدر استخدمها مشان اعمل بروف لشيء ثاني، زي رول او بروبرتيز اخرى، وهكذا بالنسبه لايش؟ بالنسبه للبروبرتيز. فاذا البوليان الجبرة is defined as closed algebraic system. closed لاحظ يعني في set operators, set rules. closed algebraic system containing set k of two or more elements. التو اللي هم على الاقل 0 وال1 طبعا or more. and the two operators. اوكي؟ ال and وال or. اوكي الان ايش هو الاور از يوسفول طبعا اهميتها تيجي وين فور ايدنتيفاينج اند مينيمايزنج سيركت فانكشناليتي سيركت فانكشناليتي اوكي الان البوستولس اوف ماثماتكس أو قبل خلينا نشوف الباينري نعرف تعريف شوف هنا مثال باينري اوبريتورز فايند اون سيت اس اوف اليمنتس هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن رول عبارة عن ايش؟ عبارة عن رول assigns to each pair of elements from s لاحظ انا عرفت ايش هنا مهم جدا الاوبريتور بدي اعرفه على ست اس مجموعة عناصر اوكي ست اوف اليمنتس بدي اعرف الباينري اوبريتور على مجموعة ايش؟ عناصر هو عبارة عن رول which assigns to each pair of elements. أخذت أي زوج A و B من العيش من ال elements هذول من عناصر مجموعة S from S أي شو ماله؟ هاي الرول لكل pair to assign each unique element from S. اوكي؟ إذا نقول عنه ايش في الحالة هاي binary operator. اوكي؟ مثال بسيط ها ممكن نقول انه given اللي فرضنا على انه S هو عناصر مجموعة A و B و C و D و E و F اذا الريليشن شيب لاحظ اللي وات ايفر ريليشن شيب بنقول عن طب هون رمزت لها انا باسترسك او ستار استرسك بي او ستار بي ايكوال سي شوف كيف شو بنقول عنه انا في الحاله هاي اذا وي سي انه ذس ستار او الاسترسك از ا باينري اوبريتور اذا حققت ايش؟ شرطين اساسيات اللي هم سبيسيفايز A rule for finding C, يجد C, أعطتني rule قاعدة معينة, يجد C from, for, لاحظوا هنا, from the pair AB, okay. الشرط الثاني إنه الـ A والـ B والـ C لازم يكونوا إيش ضمن عناصر المجموعة S, yes. okay. Should be H elements of S, okay. وإلا, إذا إنه C ما كانت من عناصر المجموعة, بنقول إنه الـ star is not إيش, A binary operator, okay. إذن star is not a binary operator if A will be in S لكن إيش الرول ما بتجد لي C in S تجد لي C واللي خارج إيش
تعطيني خارج ايش؟ خارج عناصر المجموعه اس. ف postulates of mathematical systems mathematics مستخدم في الماثماتكس بشكل عندي حقيقه البيسك assumptions اللي منها it is possible to deduce the rules theorems and properties of systems اللي حكينا قبل شوي. لما نشوف الموست كومون postulates used to formulate various algebraic structures. اول axiom اللي هي closure property. closure لاحظ property we say that a set S is closed with respect to a binary operator. لاحظوا أنا قاعد بحكي عن إيش وأنا بالماثماتكس. binary operator إيش يعني معناه إنه it has two operands. Okay. يعني الزائد على سبيل المثال multiplication it has two operands ولا لا. Okay. We say set S is closed with respect to a binary operator if for every pair of elements of S the binary operator specifies إيش يعطيني rule. مش عرفنا قبل شوي. والrule هاي بقدر أحصل على إيش أنا على unique element of S. ما بعطيني تعال عنصر عنصر واحد فقط لازم حدد عنصر واحد بضمن عناصر مجموعة إيش S. Okay. معطيني مثال بسيط مثال مثال لاحظ ست of natural numbers. طبعا نعرف natural numbers اللي هي ايش بدون لا زيرو ولا نيجاتيف بالبوزيتيف 1 بدون زيرو. اوكي اذا ست of natural numbers ان نقول ايش مالها is closed with respect to ايش to the addition operation الزائد. ليش؟ واضح من التعريف لانه لو اخذنا اوكي any two numbers natural من هاي المجموعه من natural numbers اخذنا الزائد تاعهم جمع راح يعطيني ايش كمان عنصر من ضمن عناصر ايش المجموعه. اوكي نفس الشيء مثال اخر. الان لو قلت لك بالنسبه للسالب set of natural numbers هل هي closed بالنسبه لل subtraction طرح شو رايكم؟ لا. ليش؟ لانه ممكن اقول له 3 ناقص 5 راح يعطيني ناقص 2. هل ناقص 2 ضمن عناصر المجموعه؟ ضمن عناصر المجموعه. إذن it is not closed إذا بنقول إنه set of natural number is not closed with respect to H to the subtraction operation. السبب زي ما حكينا قبل شوي إنه الفرق بين ممكن آخذ two natural numbers ممكن ما يعطيني إيش natural number يعطيني negative number. أوكي يعطيني zero فهذا بكون إيش طبعا مش من ضمن عناصر إيش المجموعة. أوكي القاعدة الثانية اللي هي الأسوشيتيف لو. شو الاسوشيتيف لو؟ تعرف شو هي؟ تقول قاعده تجميعيه. قاعده تجميعيه نعم تقول لنا ايش اوبريتر ستار السيت تو بي اسوشيتيف اف. لاحظ هاي القاعده تنطبق. اذا انطبقت هاي القاعده نقول ان تيز ايش؟ اسوشيتيف. اذا اوبريتر السيت تو بي اسوشيتيف. اذا لاحظ الاسوشيتيفيتي عايده على مين؟ على الاوبريتر. اوكي؟ عايده على ايش؟ على الاوبريتر. وهي القاعده بالنسبه لايش؟ انه نقول اسوشيتيف ولا مش اسوشيتيف. اوكي؟ طبعا كنا نعرف انه بالنسبه للست اوف ناتشرال نمبرز كمان اوكي اوكي ست اوف ناتشرال نمبرز طبعا اكزامبلز فور افري اي بي اند سي ان كي اي زائد B زائد C بساوي إيش A مضبوط ولا أخذناها بالأول بعدين هاي بساوي نفس الشيء أخذناها بعدين هاي نفس الشيء بالنسبة إيش هنا بالنسبة للضرب. أوكي طبعا في عندك كمان الكوميتاتيف لو الأوبريتر ستار إس ست بي كوميتاتيف طبعا إذا حقق هاي الخاصية القاعدة هاي X ستار Y إيكوال Y ستار X فور أول X Y إن إيش إن S. الآن في عندنا كمان تعريف اللي هو identity element. لاحظ وانا عرفنا هون قلنا for نكتب الكوميتيف لو for every A and B in K A زائد B equal H B زائد A.
يعني كونفرتبل اللي هي تبديليه تبديل. اوكي اذا كان الاي تي اليمنت شو بتقول لنا؟ انه السيت اس السد to be to have an identity element with respect to a binary operator star. لاحظ إذا set is set to have an identity element. إذا هي identity element عايد إيش؟ علاقة المجموعة بالoperator. لاحظ إذا set is set to have an identity element with respect to binary operator on S if there exists an element E and S بالخاصية أنه E الop X equal X op E وتساوي H X for every element X and H in S. طبعا أمثلة كثيرة موجودة. okay. لو قلنا أنه شو الidentity element بالنسبة للأوبريتر الأديشن أوبريتر على set of integer set of H of integers. لاحظ بقول set of integers ماذا تشمل؟ set of integers تشمل النيجاتيف تشمل الزيرو والبوزيتيف. في فرق بينه وبين الناتشرال نمبرز. أوكي إذا تشمل إيش هاي الحالات اللي هي تشمل النيجاتيف والزيرو وإيش هو positive. okay هم نسوي ليش set of integers. شو رأيكم؟ شو رأي أنت اللي ما تبكون؟ right سؤال. what is the identity element with respect to the operator addition on the set of integers اللي هو zero ولا لا؟ فالزيرو لا نخذ طبق القاعدة zero زائد اي رقم سواء كان بوزيتيف ولا نيجاتيف. اوكي راح يعطيني نفس الشيء الرقم كي زائد الزيرو وتساوي نفس ايش؟ بيعطيني نفس الرقم لكل عنصر من ضمن عناصر ايش المجموعه ولا لا؟ شو رايكم؟ صح. اوكي طيب ال1 شو بالنسبه؟ طبعا ال1 هو عباره عن ايدنتي اليمنت وذ ريسبكت تو ايش؟ في الأوبريتر plus or multiplication. okay الأور كيف دكتور؟ الواحد واحد في عشرة بيعطينا عشرة. شو واحد في عشرة بيساوي عشرة في واحد بيساوي عشرة ولا؟ صح. نفس الشيء واحد في ناقص خمسة بيساوي ناقص خمسة في واحد بيساوي ناقص خمسة. فإذا الواحد بالنسبة هو عبارة عن إيش؟ طبعا راح نشوفوا هذا الحكي في ايش احنا لما نجي على ايش على البوليان الجبرة. احنا قاعد بحكي عن في ايش وانا في البوستولس في الماتريكس النفس بعض القواعد تطبق في البوليان الجبرة وبعدها تطبق طبعا في البوليان ايش الجبرة. اوكي طب بالنسبة لو قلت لك انه هل set of natural numbers has identity element بالنسبة لها respect لها للزائد باينري الاوبريتر الاد اديشن. شو رايكم؟ نيشرال نمبرز لا مش يزيد واحد هيك يعني 10 زائد 1 بتساوي 11 مش 10 هيك قصدك؟ ست اوف نيشرال نمبرز لحد ما قلت نيشرال نمبرز has no identity element with respect to H to the operator اللي هي الزائد. مش عارف شو الجواب. طيب نعم مش عارف بقول شو الجواب. ما فيش بقول لك لا نو فيش لا فيش لا set of natural numbers has no identity element بتسأل ايش لا الاوبريتر زائد ما فيش لا كيف بدي اعطيك اياها ما فيش لا مو ماشي بينما احنا في السابق حكينا عن ايش احنا قلنا لاحظ zero identity element بالنسبه لا ايش للاوبريتر addition on the set of integers. اوكي أوكي. الآن آخر شيء خلينا نشوف أن فينا الانفيرس والديستريبتيف لو
اوكي نكمل ونوقف ان شاء الله. في عندنا الانفيرس بتاع 6 اس هاف ان ايدنتي ايليمنت اي with respect to a binary operator star is said to have an inverse whenever for every x in s there exists an element لاحظ y in s بحيث انه ايش طبعا هنا x log y بيساوي ايش بيعطيني الايدنتي ايليمنت اللي هو الاي. مثال طبعا هنا ها شو رايكم في مثال عندنا هنا ممكن نقول انه في set of integers لاحظ الاي لاحظ لما اقول set of integers فيها negative فيها zero فيها positive اذا set of integers i with e equal zero فالinverse of element شو هو عبارة ناقص a a ناقص a شو بيعطيني zero okay ولا لا شو رأيكم صحيح ما في في مشكلة أكيد لا نعم okay في عندنا distributive law آخر شيء طبعا distributive law okay فبتقول لي إيش if star and لاحظ هنا and dot are two binary operators on a set s we say star is set to be distributive over dot. لما إيش طبعاً قاعدة تعطيني إنه تقول لي x star y dot z equal x star y لاحظ بين قوسين dot x star z. فنشوف هذا الحكي إن شاء الله لما نأخذ الأور والآند الزائد والضرب. طبعاً بالماثماتكس لاحظ يعني الضرب نوزعها على الجمع بينما هل توزع الجمع على الضرب؟ شو رأيكم؟ ما لا بالآن بالأور بصير طبعا راح نشوف بعض القواعد اللي تطبق على ايش على البوليان الجبر تنطبقش تنطبق في الماثماتكس بعد تنطبقش طبعا في الماثماتكس تنطبق في البوليان الجبر اوكي اني كويستشن اوكي الان نوصل نوقف هون ان شاء الله اذا في اي سؤال اوكي راح نوقف ان شاء الله عند ايش السلايد اللي بعدها اوكي أنا آخر سلايد اليوم. Any question؟ أوكي. الله يعافيك ورب إن شاء الله. دكتور بس نزل والله التباتر الثاني. لما يجهز في تعديلات لما يجهز إن شاء الله بنزل إن شاء الله لما يجهز فورا لما أكون جاهز بنزل يعني ما بوفر بخليه. ماشي. تعديلات. حياك الله سيد. خير إن شاء الله نستودعكم الله. حضر القادم إن شاء الله نلقاكم. اكتبوا هذا اكتبوا الارقام رقمك واسمك على الشات بسرعه اكتبوه